We have world leaders in engineering and technology like Honeywell, Dell, and Palo Alto Networks helping bring cutting-edge U.S. technology to Algeria. Because hydrocarbons are a significant component of the Algerian economy, we also have the best American companies in this sector with us today, including Halliburton and Occidental Petroleum. All these companies demonstrate why the United States is the top foreign direct investor in Algeria, according to the latest International Monetary Fund statistics. In their 2020 report, the IMF stated that the United States accounted for $6.2 billion of Algeria's cumulative foreign direct investment stock, almost 28% of all foreign direct investment in the country. And, on a une expérience pour les multinationales. Nous sommes déjà partenaires de Lafarge, Holcim, de Volvo, Renault. Donc on a d'autres aussi partenariats qui vont arriver. Ou Hada, la santé. Donc tout ce qu'on gagne, on le mettra à la disposition dans l'agriculture et la santé. Qui est le chouage de Bdine, Telkna? في مفتاح أنا من مفتاح وإن شاء الله يكون في مفتاح المستشفى وكل شيء الأرضية واجدة وإن شاء الله فيها خير خلاص احنا انطلقنا المدة إن شاء الله تكون 25-26 يكون إن شاء الله المستشفى شغال 2025 جامعة السيدة اللينيا في الجزائر باش نكونوا نساهموا في تكوين لي زيتوديون دونك طلبة دونك بهكذا عندنا يجيو طرابوسات عندنا في جانسين ان الجيري في المكتب يخدموا مع لي زيكيب مع العمال تاعنا Et deuxième élément, donc on a trois piliers de cette étiquette. Le deuxième élément, c'est que nous avons la faculté, les masters spécialisés. Le domaine de Saïdala ou le domaine technique, notamment les affaires réglementaires. Je suis très heureux parce que je veux toujours que l'entreprise américaine qui travaille avec elle, pendant environ 30 ans, qu'il faut que l'on vienne à l'Algérie وتعطي مع ثقافتها التكنولوجية إلى الجزائر. اليوم درنا اتفاق مع شركة ماكايل الأمريكية اللي خرجنا بها مايكايل إيريس إنرجي ألجيريا أمريكا يعني التقت الجزائر الأمريكية جبناهم ودرنا السنة شركة متخلطة يعني ميكست جون فنتور مع المقايل ورانا ديجا بدينا اربع شهور احنا عندنا 50 وحنا نتفاوضوا ولكن اربع شهور احنا نفورميو يعني احنا امريكيين من امريكا امي دوزهم باش نقريو لي زانجينيور جبناهم لي زانجينيور باش نطلعوا النيفو باش نجيبو نكسبورتيهم لبرا بدينا ديجا درنا مع تركيا بعث لي زانجينيور منا مع تركيا وعندنا مشروع واحد اخر في قطر وعندهم 50 مشروع في الافريقيه وفي الميناء يعني الماتيريال اللي كاين في الجزائر عندنا سونال غاز عندنا 22 جيجا وات 22 الف ميجا وات ولكن كاين كثير ماكينات اللي يخدموا الغاز تاع باش يديروا يحولوا من الغاز ولا المازوت الكتريسيتي نقصوا من الافيكاسيتي يعني نقصوا 700 احنا رايحين نتستيو رايحين نتستيو هذه الماشينات باش نطلعوا لهم يعني الافيكاسيتي واللي يخدموا افضل اي سي بور نو بارتنير دو بروندر ان كاد دو الجيري بور بوفوار اي سي دو كويفر صافي دير كو سان ترافاي مانوال اي سي ان سامبول دو الجيري بروفوند سي دو الارتيزانا صافي اي سا فيان دو لا كاسبا دالجي